باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما زلنا في الإصحاح 20 من سفر الخروج، وإحنا في الجزء بتاع الوصايا 10. النهاردة ناخد بنعمة ربنا الوصية 4 اللي هي وردت في الآيات 7 و8 و9 و10 و11. الوصية دي خاصة بتقديس يوم السبت، يقول فيها اذكر يوم السبت لتقدسه، 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب اليوم يوم السبت وقدسه. يبقى ال4 آيات دول خاصين بتقديس يوم السبت، ولاحظوا ان الآية طويلة أو الوصية طويلة، يعني الوصية هتيجي بعد كده مثلا لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لكن دي بقى قاعد يقول فيها كلام كتير بخصوص يوم السبت. وزي ما تفتكروا احنا قلنا ان وصايا 10 متقسمة جزئين، جزء خاص بعلاقتنا مع الله وجزء خاص بعلاقتنا بالناس. فالوصية 4 هي آخر وصية في علاقتنا مع الله. الأولى كانت أما هو الرب إلهك لا يكن لك آلهة أخرى أمام، يعني الإيمان بالله وحده. والثانية لا تصنع لك تمثال منحوت إلى آخر، ما تسجدش للأوثان. الثالثة لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، حاجة خاصة بتقديس اسم الله. الرابعة يوم العبادة بقى يوم السبت. لكن من الوصية اللي بعديها اكرم أباك وأمك، ندخل في علاقتنا مع الناس. ليه ربنا طلب ان احنا نقدس يوم السبت؟ هو بداية الوصية كلمة اذكر يوم السبت بتكشف ان الوصية دي قديمة قبل الوصايا 10، عشان كده بيقولوا افتكرها، انا اديتها لك زمان بس يظهر ان انتوا نسيتوها، انا بفكرك بيها وبثبتها. يقولوا ان وصية يوم السبت هي اول وصية في التاريخ، لان الله نفسه استراح يوم السبت. سفر التكوين اصحاح 2 يقول فرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأن فيه استراحة من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. يبقى دي وصية قديمة من ساعة ما ربنا خلق الكون، هو حدد نظام انه يشتغل 6 أيام ويستريح فيهم. يبدو بقى ان ادم نقلها عن الله ومشيت كده، بدليل ان لما جم في سفر الخروج وحكايه المن، تفتكروا لما درسناها في صحاح 16، ربنا قال لهم يوم الجمعه تلموا كميه من المن تقضيكم يومين، عشان السبت ممنوع حد يخرج يلم من. في بعض الناس خلفوا الامر وخرجوا يوم السبت يجمعوا من، ما وجدوش، واللي جمعوه يوم الجمعة وبيت لتاني يوم نفع انه يبيت من غير ما يدوت، بينما كان اي في اي يوم في وسط الاسبوع لما يجمعوا من زيادة كان اللي بيت منه يدوت. فمعناها ان الله
كان بيثبت عندهم وصية حفظ السبت. كانش لسه الناموس نزل، الكلام ده اصحاح 16 واحنا دلوقتي في اصحاح 20. فيظهر ان ابراهيم واسحاق ويعقوب والاباء قبل الناموس كانوا عارفين هذه الوصية وبيلتزموا بيها، عشان كده ابتدت بكلمة اذكر يوم السبت لتقدس. كلمة اذكر مش عايز اعديها يعني، لان كل يوم ربنا بيقول لنا افتكروا اللي انا قلته لكم. الله لا ييأس من الانسان، مهما خالفنا يرجع يقول ارجوك تذكر اللي انا قلته لك، ونجدد عهد جديد مع بعض ونبتدي من جديد ونكتب اللي قلناه قبل كده ونثبته في ذهن الناس. الله لا يفقد رجاءه فينا، الله لا ييأس من الإنسان، ولكن عنده أمل إن احنا نفتكر وصاياه وأحكامه ونحفظ حقوقه. أذكر يوم السبت لتقدسه. إيه بقى الهدف من حفظ هذا اليوم؟ نمرة واحد، نتذكر عمل الله. لاحظوا إن الله كان ممكن يخلق الكون كله في لحظة من الزمان، مش محتاج 6 أيام يعني، لكن هو أراد بتدبيره الإلهي إنه يخلق الكون في 6 أيام ويستريح في السابع، عشان يدينا نموذج إن احنا نشتغل كل حاجة بإتقان، ما نكروتش وبعدين نستريح. الله استراح بعد أن عمل، ودي معناها احنا لازم نشتغل. اوعوا تفكروا وصية يوم السبت نركز فيها بس على الراحة، ده يقول ايه؟ 6 أيام تعمل عملا. طب انا نسيت 6 أيام وفاكر الواحد؟ عشان استاهل الراحة لازم اشتغل. 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، تيجي في اليوم السابع تاخد الراحة. فاللي مش هيشتغل في 6 أيام ما يستاهلش ياخد الأجازة والراحة بتاعت يوم السابع. وفي الحقيقة حتى لو كان مش هيستاهل ياخدها، هو كمان نفسه مش هيحس بلذتها. الكتاب يقول نوم المتعب لذيذ. الواحد لما يعمل مجهود ويروح ينام يقول الله السرير طعمه حلو نفسي أنام، لكن لما يكون مش شغال بيعملش حاجة تلاقي السرير بالنسبة له ممل. عشان كده يقول لك نوم المتعب لذيذ. يا بخت الإنسان اللي يتعب في 6 أيام عشان يشعر بالراحة في اليوم السابع. احنا بنتذكر في هذا اليوم عمل الله. عمل الله بالنسبة لنا 3 أنواع. أول عمل هو الخلق. الخلق لما خلق الإنسان، وقبل ما يخلق الإنسان خلق الحاجات اللي محتاجينها. والله استراح لما شفنا احنا مبسوطين. خلي بالكم من دي كلمة استراح. طبعا انتوا عارفين الله لا يتعب، وما الاستراح دي يعني ايه؟ يعني فرح. فرح انه عمل الخليقة وانه عمل الانسان وانه ريح الانسان. فيبقى دي نمرة واحد، عمل الخلق يعلمني ان انا استريح لما اريح الاخرين، استريح عندما اخدم الاخرين. قولوا لي الله استفاد ايه من الخليقة؟ هو في ذاته لما يستفيد ايه؟ هو الله محتاج حاجة؟ النهاردة بنصلي القداس قلنا خلقتني انسانا كمحب البشر، لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، أنا اللي محتاج إلى ربوبيتك. فالله يستريح من إيه ويفرح لإيه؟ مش لذاته ولكن لينا. استراح عندما رآنا فرحانين. عارفين الأب اللي يفرح لما يخلف ابن
بس يوم الخلفة هو بيتحمل مسؤولية إن الابن ده يكبره ويربيه. الواد عمال يكبر وأبوه بيعافر معاه في العلاج والكسوة والأكل والتغذية والصحة وكل حاجة، شويتين سن المدارس، والأب عمال يتعب مع ابنه في الدراسة لغاية لما اتخرج وبعدين يجوزه. يوم ما جهزه يقول أنا فرحت، أنا كده استريحت، أنا اطمنت، أنا جوزت ولادي كلهم واطمنت، أنا كده مستريح. أهو الله عندما عمل كل شيء من أجلنا في النهاية استراح. في إنسان يستريح عندما يخدم الآخرين، وفي إنسان تاني يستريح لما يحرج الناس ويتعبهم ويضايقهم. يقول لك اتفشيت فيه. طب ليه بس؟ يقول لك ما هو يستاهل، وينام فرحان ومطمن والنوم ملو جفونه لأنه أحرج واحد أو هزمه أو زعله وحس إن هو انتصر. ده مش منهج ربنا. منهج ربنا يستريح عندما يخدم الآخرين ويفرحهم. العمل الثاني اللي بيعمله الله هو الرعاية. وإذا كان الكتاب قال إن الله استراح في اليوم السابع، لاحظوا قال إيه؟ استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. يعني هو استراح من عمل الخلق ولكنه ما بطلش يشتغل رعاية. ودي الآية اللي قالها السيد المسيح: أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. الرعاية، الله لا يكف عن رعاية البشر. الله مش بياخد أجازة من رعاية البشر ومحبته. أخد أجازة إنجاز التعبير من الخلق إنه يشتغل خالقا، لكن من جهة الرعاية مش ممكن ياخد أجازة. تعرفين لو الله غفل عن رعاية الخليقة لمدة لحظة الدنيا تتربع، لأن هو اللي حافظ السماء، الشمس في مكانها والقمر في مكانه والأرض في مكانه، وهو اللي حافظ المواسم، البرد والحر، الشتاء والصيف، وهو اللي حافظ حياة الطيور والحيوانات، وهو ضابط الكل. لو إلى لحظة الله ترك الكون ده الدنيا تتبرجل. فالله لا يكف عن الرعاية. ودي معناها ايه؟ اذا انت كان مطلوب منك تاخد يوم اجازة، مش مطلوب انك تاخد اجازة من حبك للناس ورعايتك ليه، مش دي صح كده؟ يعني ممكن واحد ياخد اجازة من الشغل لمدة يوم في الاسبوع، او بياخد اجازة سنوية 15 يوم، لكن عمره ما يجي في باله ان هياخد الاجازة دي ويستريح من عياله ومراته ويسيبهم ويمشي ويقولوا له انت رايح فين، يقول لهم هاخد اجازة منكم من همكم. دي بتبقاش اجازة حلوة، مش بتاعت اب صالح، بتاعت واحد يهرب من مسؤوليته. تقول مسؤوليتي ايه؟ من حقي اخد يوم اجازة. تاخده من مين؟ من حبايبك؟ لا توجد اجازة في الحب. الله الراعي لا يكف عن الرعاية. الله المحب لا يكف عن الحب. إذا كان انتهى من عمل الخلق في يوم من الأيام، لكنه لم ينتهي ولن ينتهي من عمل الحب والرعاية. عشان كده لما أمرنا ناخد يوم أجازة، كان عايز هذا اليوم نركز فيه في الحب والرعاية للي حوالينا. عشان كده من ضمن الكلام قال: لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهائمك. يعني في اليوم اللي أنا هاخد فيه أجازة أريح اللي حواليا. طب أنت يا رب هيستريحوا، نعمل يبقى كل واحد ينام في السرير وما نشوفش بعض؟ يقول لي أنا عايزكم تقعدوا مع بعض عشان تمارسوا الحب والرعاية.
والاهتمام والتواصل بين الناس وبعضها. العمل المستمر بيفقد الإنسان إنسانيته، هيبقى زي المكن، وهيفقد الإنسان علاقاته مع الناس، هنبقى علاقتنا مع بعضينا زي علاقتنا مع الأجهزة. بابا هات مصروف، زي بالظبط اللي بيحط كارت في المكنة يطلع له فلوس، مكنة مفيش مشاعر، مفيش علاقات، مفيش حب. فربنا يقول لا، لازم يوم في الأسبوع نبطل شغل وننتبه لبعض، سواء كان علاقتي مع الله أو علاقتي مع اللي حواليا. فأول عمل هو الخلق، وده كان فيه منه إجازة، يرمز إلى أعمال الإنسان اللي أنت بتعملها كل يوم لازم تاخد منها إجازة. وتاني عمل هو الرعاية، ده ما فيش منه إجازة، ويرمز إلى محبتك للناس، ما تبطلش حب. تالت عمل هو الخلاص والفداء. طبعا الله استراح جدا لما فدانا من خطايانا وخلص عمل الفداء وقال قد أكمل. لو أنا مسكت سيد المسيح كده قلت له مين اللي تعبك أكتر، الخلق ولا الفداء؟ أنت تقولوا إيه؟ مين تعبه أكتر؟ الفداء. الخلق ده كان كلمة، ليكن نور فكان نور، لكن الفداء ده احتاج التجسد والألام والصليب والموت والقيامة، شغلانة كبيرة. أقول له طب أنت استريحت أكتر ساعة الخلق ولا ساعة الفداء؟ يقول لي على قد التعب على قد الراحة. شوف أنا قلت استريحت يوم الخليقة، شحال يوم الفداء بشكله إيه؟ طب أنت استريحت يوم الخليقة إمتى؟ يقول لي يوم السبت. طب استريحت يوم الفداء إمتى؟ يقول لي يوم الحد. عرفتوا ليه إحنا نقلنا السبت للحد؟ لأن ده اليوم الحقيقي الذي استراح فيها الله بالحقيقة من تعب ومن جهة الناس. قاعد ربنا مش مبسوط بسببنا، الآن علينا إنجاز التعبير يعني، لغاية لما خلص الفداء قال قد أكمل ومات وقام. يوم قام ده يوم الراحة. أنت أيضا تستريح لو تعبت، لو حبيت الناس، ولو دخلت في خطة خلاص الله. التعب هو الجهاد الروحي، والراحة هي المكافأة الأبدية. اتعب 6 أيام عشان تستريح في اليوم السابع. 6 أيام دول بيرمزوا إلى عمر الإنسان، واليوم السابع بيرمز إلى الموت، يوم الراحة. عشان كده المسيح تعب في 6 أيام ووصل لقمة التعب يوم الجمعة آخر يوم في الشغل، واستراح في القبر يوم السبت، وقام من الأموات في بداية أسبوع جديد عشان يفتتح زمن جديد. فأنت عشان تدخل في خطة الراحة دي اتعب معانا شوية في 6 أيام بتوع الجهاد الروحي، لغاية ما نوصل للسابع اللي هو الراحة، اللي هو يوم الوفاة، على أمل أن احنا هنقوم مع ربنا في الراحة الحقيقية يوم الأحد الحقيقي اللي هو القيامة العامة اللي هو الأبدية السعيدة. إذا يوم السبت مش مجرد أجازة، ده بيفكرني بنهاية العمر، بيفكرني بالراحة الأبدية، وبيفكرني إن اللي يتعب يستريح، اللي يجاهد ياخد المكافأة، الجعالة يعني المكافأة اللي ربنا حاططها قدامنا محتاجة اللي يجاهد. والكتاب قال إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا، يعني في جهاد. معلمنا بولس يقول جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان. وأخيرا يوم السبت بقى، أخيرا قد وضع لي إكليل البر، تاخده إمتى؟ قال ذلك اليوم اللي هو يوم القيامة، دخلنا في الحد. يبقى بنتذكر حياتنا وعلاقتنا مع الله، الجهاد، الرعاية، تدبير خلاص الله للإنسان. في آية تانية في سفر التثنية
بتشرح ليه ربنا أمرهم يحفظوا يوم السبت. قال له اذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة، لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. اعتبر أن وجودهم في أرض مصر هي فترة التعب، وخروجهم هو يوم الراحة. فقال لهم تقعدوا بقى طول عمركم تشتغلوا 6 أيام تفتكر فيها أيام العبودية والذل، وتستريح في اليوم السابع عشان تفتكر يوم الخروج. وطبعا احنا دارسين لسه مع بعض ان الخروج ده يرمز الى خروجنا احنا من سلطان الشيطان، وذبح خروف الفصح يرمز لموت المسيح، عبور البحر الاحمر يرمز للمعمودية. هي دي الراحة بتاعتنا، خرجنا من ظلمة الشيطان وذله وسلطانه المؤذي، فبقينا في راحة. وأيضا السبت أعطي كعلامة عهد بين الله وشعب. فقال لهم في حزقيال 20:12 أعطيتهم أيضا سبوتي لتكون علامة بيني وبينهم. يعني عايز يقول إذا كان الشعوب الأخرى بتاخد أجازات في أيام أخرى، شعبي العلامة بتاعته أنه هيأجز يوم السبت، بقى علامة بين الله وشعب. على طول بنترجمها في العهد الجديد يوم الحد. يوم الحد هو العلامة اللي بيننا وبين الله، عشان كده ده اليوم المقدس، اليوم اللي فيه القداس الكبير، الليتورجية العظمى في وسط الأسبوع. كان زمان في الكورونا الأولى ما يصلوش قداس غير يوم الحد بس، بعدين قالوا مع الحد هنصلي الأعياد، فبقى الحد والأعياد. وبعدين قالوا كمان في تذكارات الشهداء والقديسين، ومع مرور الزمن بقى كل يوم في تذكار شهيد وقديس، كل يوم مفيش يوم مفهوش. عمركم شفتوا السنكسار بيقول النهارده ما عندناش حد يوميا؟ فأصبح يجوز ان احنا بنصلي القداس كل يوم عشان الاحتفالات، وبقى كأن كل يوم للرب. لكن مع ذلك بيحتفظ يوم الحد بكرامة خاصة. كلكم واخدين بالكم من التقديس الزايد بتاع يوم الحد. كل يوم احد في الكنيسة هو رمز للقيامة، مش ممكن يتصلى في حزيني، ولا ممكن يكون في صيام انقطاعي. حتى داخلين على الصيام الكبير مش ممكن يوم الحد يكون في صيام انقطاعي. وبرضو السبت بسبب الوصية القديمة ليه حبة كرامة كده بس اقل بكتير من الحد. فده اصبح علامة عهد، اعطيتهم سبوتي لتكون علامة بيني وبينه. وهنا لاحظوا كلمة سبوتي، السبت للرب، فده يوم الرب. وعشان كده يوم الاحد اللي هو اسمه صندي في الانجليزي، في اليوناني اسمه كيرياكي. كيرياكي يعني يوم الرب، واحنا اخدناه في القبط سميناه برضو كيرياكي. كيريا ده اللي هي منها كيريا ليسون، يعني يا رب ارحم. فكيريا معناها الرب، كيرياكي يعني بتاع الرب. فاصبح يوم الرب هو يوم الاحد. يوحنا في سفر الرؤيا بيقول كنت في الروح في يوم الرب. في ناس بيترجموها كنت في الروح يوم الاحد، يعني شاف الرؤيا بتاعته يوم الاحد يوم الرب. والاباء وهم بيتاملوا فيها قالوا اصل ما تعرفوش، يوحنا ساعتها كان منفي الى جزيرة بطمس. واي اب كاهن الشيء الوحيد اللي ممكن يحز في نفسيته لو اتنفى هو حرمانه من المذبح. فكأن يوحنا بيقول ان هذا الحد انا لو كنت في بلدي كان زماني بصلي قداس واقف على المذبح. فربنا حب يعزيه، راح مدخله في سفر الرؤيا عشان يشوف المذبح الحقيقي في السماء ويتعزى. يقول كنت في الروح في يوم الرب. فهذا اليوم هو للرب. وعشان كده دايما يوم الاحد نقول اللحن في القداس هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه، ده يوم الرب. فقال سبوتي تحفظونه.
لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم. وفي سفر الخروج 31:14 مرة تانية يقول: فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم، من دنسه يقتل قتلا. إن كل من صنع فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها. وأيضا يوم السبت هو سبب راحة. الإنسان لما يستريح يقدر بعد كده ينتج أحسن. دي تلاحظوها مثلا لو ولد قاعد بيذاكر وإحنا ضغطنا عليه يذاكر زيادة 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 وعاملين نضغط عليه، تلاقيه يحصل له انهيار. فحتى لو دخل امتحان يبقى مش مركز، سهران طول الليل، شرب كوبايتين قهوة خلوهم صح، لكن على الفجر كان تعبان ونعسان ومش مركز. الأجهزة نفسها لما نحمل عليها كتير 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 تبوظ. أي جهاز في الدنيا محتاج نريحه شوية. أنتوا عارفين إن في مثلا شركات النقل حتى لو الشركة شغالة يوميا نقل الركاب، يعني زي هيئة النقل العام، مش معقول تاخد أجازة لأن الناس عندها مصالح حتى في يوم الأجازة. فتلاقي الأتوبيس يدوله أجازة بالتناوب، كل أتوبيس عارفين رقمه ده أجازته يوم كذا، يدخلوه الجراج يقعد يوم كده مستريح، ويبدلوا ما بين الأتوبيسات. والموظفين نفسهم طبعا في ناس نبطشيات، ففي حد أخذ أجازة واحد موجود، لأن الجهاز نفسه المكنة لو اشتغلت على طول على طول تبوظ. فكم يكون الإنسان. عشان كده بعض الناس اللي هو بيشتغل كتير بدون أجازة ممكن يحصل له انهيار أعصاب، ممكن يجيله أمراض زي الذبحة الصدرية ولا ضغط ولا السكر، وممكن في وسط ما هو شغال يقع ميت من كتر ضغط الشغل. بعضهم بيعمل كده حبا في العمل، يعني في انسان تلاقيه مخلص لشغله ومش عايز ياخد اجازه لغايه ما يخلص اللي وراه، بس ضر نفسه ضر صحته. وفي واحد تاني حبا في الفلوس، ما بيعمل كده عشان يزود دخله، لكن للأسف لو مات ضيع نفسه ضيع دخله ضيع أسرته معاه. فالحكاية عايزة تعامل مع الجسد بالرفق، لازم نريحه شوية. ومن ضمن الراحة مش الواحد يريح نفسه بس، يريح اللي حواليه. أهو الآية نفسها بتقول: ابنك وبنتك وعبدك وأمتك ونزيلك، يعني الضيف اللي عندك، وحتى البهائم، يعني اي حيوان بنشغله معانا في الارياف ولا في غيره، مثلا بيشغلوا بقره وجاموسه وحمار، ده لازم يريح لانه نفس، والنفس دي بتتعب لازم تستريح. تخيلوا اكتر من كده ايه. ربنا امرهم ان يثبتوا الارض، يثبتوا بالسين. يعني ايه يثبتوا الارض؟ قال لهم تزرع الارض 6 سنين، السنه 7 ما تزرعهاش، سيبها كده. طب ناكل من فين؟ قال لهم وعد ان انا هخلي الانتاج بتاع السنه السادسه يقضيكم 3 سنين، مش سنتين بس. بس سيب الارض السنه 7 تستريح، والارض لما تستريح تطلع لنا انتاج اكتر. ولذلك هتلاحظوا اللي فيكم كبير شوية في السن يفتكر زمان كان الفاكهة والخضار في مصر طعمه أحسن من دلوقتي. ليه؟ لأن كان زمان يعتمدوا على المواسم، يجي الفيضان يغرق الأرض ويجايب معاه طين يخلي الأرض أكثر إثمار، يزرع يطلع ثمرة جميلة وبعدين يستريح الأرض. دلوقتي يعملوا ايه؟ يخلص ده يزرع ده، يخلص ده يزرع ده، يخلص ده يزرع ده، فالارض طول السنه شغال، فنطلعها اكل ضعيف ما فيهوش غذاء. وبعدين يعملوا ايه؟ يعملوا صوب. الصوب دي يحط جو اصطناعي، يعني الفاكهه دي او الخضار ده ما يطلعش غير في الصيف والدنيا برد،
فيعمل الصوبة دي بلاستيك ومن جوه يسخن، فالنبات يحس انه صيف فينمو. لو شتاء يقدر يبرد الصوبة دي، بالرغم من بره حر، بره ولعة، جوه الصوبة دي شتاء، فيطلع النبات اللي كان بيطلع في الشتاء. كان زمان يقول لك على سبيل الاستحالة، يقول لك تبقى تقابلني في المشمش. بعد كده بقى المشمش موجود على طول. ليه؟ لأن الصوب بتعمل جو، تخلي النبات يطلع في موسم غير الموسم بتاعته. تقول طيب دي حاجة كويسة، هي حاجة كويسة للإنتاج، لكن مش كويسة للنوعية والكفاءة. الأرض نفسها بتتعب. شوفوا ربنا بقى من العهد القديم قال لهم ازرعوها 6 سنين وريحوها سنة. طب ناكل من فين السنة دي؟ قال لهم وعد من عندي هديكم خير كتير في السنة السادسة عشان ما تحتاجوش. ولو حسبتوها، قول مثلا لو ان الارض هتطلع، عندي حتة ارض هتطلع 6 ارداب بقمح في السنة، 6 × 7 = 42. لو انا ريحتها سنة هتطلع لي 9 بدل 6، 9 × 6 = 54، يبقى انا اللي كسبان والارض استراحت. عشان كده وانتوا بتربوا اولادكم علموهم انه يشتغل ويستريح. ومن الواحد لو قاعد يذاكر شوية وبين المذاكرة ومذاكرة قام ريح 10 دقائق ربع ساعة، سيبه يستريح عشان يجدد ذهنه، يقدر بعد كده يكمل ويجيب انتاج. لكن كمان لما يستريح مفروض يستريح، لان ممكن فترة الراحة يعمل مجهود في اللعب يخلي جسمه يتعب ما يستريحش. انا عايزه يستريح، علمه يعني ايه يستريح، يريح ذهنه، يريح جسده. ده ممكن الواحد يقعد بس كده على كرسي مريح ويغمض عينيه ويبقى ريلاكس، دي ممكن تجدد نشاطه ويقوم يواصل. لازم نتعلم كيف نريح اجسادنا واذهاننا. وايضا امر الله بيوم السبت للتفرغ للعباده والصلاة والعلاقة مع الله. جايز طول الأسبوع الناس تتلخم تنسى ربنا، فربنا من تواضعه قال طب أنا هرضى بقليلي، لو فضيتولي يوم كفاية علي. فالناس أحيانا ياخدوا الأجازة يوم الجمعة ولا السبت ولا الحد حسب نوع الشغل، ويقضي الأجازة دي في ملاهي وحاجات غلط. مفروض الله بيريحنا عشان نتصل بيه. عشان كده يقول ايه، 6 ايام يعمل عملا، واما اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدس. يبقى احنا بناخد اجازة عشان نحتفل بالله. عملا ما لا تعملوا انه سبت للرب في جميع مساكنكم. كانوا بيعملوا ايه يوم السبت؟ اليهود كانوا ممكن يجتمعوا في البيت يقرؤون في ناموس الرب. في سفر التثنية صح 6 من اول آية 6 يقول ايه، ولتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على اولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. كانت الفرصة العظمى إن يوم السبت يجمعوا، ورب العائلة كان ممكن يكون الجد أو الأب يبتدي يقرأ لهم في ناموس الرب، زي الآية اللي بتقول في ناموس الرب مسارته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. في أشعية 58 ربنا بيعاتبهم ان هم في يوم السبت ما كانوش بيحفظوه كما ينبغي، فقال لهم ايه، ان رددت عن السبت رجلك، يعني انت بتدوس على السبت برجليك، لو انت بس شلت رجلك عن يوم السبت ده
عن عمل مسرتك يوم قدسي. يعني انت اليوم المقدس بتاعي تستغله انك تعمل ملاهي وفسح ومسرتك الخاصه، ودعوت السبت لذه، يعني تبقى لذتك في يوم السبت لانك بتتقابل مع ربنا فيه، ومقدس الرب مكرما، واكرمته عن عمل طرقك وعن ايجاد مسرتك والتكلم بكلامك. لو انت خصصت يوم السبت دوت بعيدا عن المسرة بتاعتك والتكلم بكلامك، فانك حينئذ تتلذذ بالرب، واركبك على مرتفعات الارض، واطعمك ميراث يعقوب ابيك، لان فم الرب تكلم. يديلك خيرات كثيرة لو انت تلذذت بالرب في هذا اليوم. خلي بالكوا احنا بنتكلم عن السبت، مش بنتكلم عن وصية انتهت، احنا بنتكلم عن وصية ما زالت موجودة، بس بدل السبت يبقى ايه؟ الاحد. برضو في اشعياء 66 يقول: ويكون من هلال الى هلال ومن سبت الى سبت ان كل ذي جسد يأتي ليسجد امامي قال الرب. يبقى يوم السبت مخصص للعبادة. وعشان كده لما هنيجي ندرس الذبائح هتلاقوا ربنا محدد يوميا ذبيحة بالنهار لباكر وذبيحة للمساء في عشية. يوم السبت بالذات بيزود الذبائح. يقول: في يوم السبت خروفان حوليان صحيحان وعشران من دقيق ملتود بزيت تقدم مع سكيبه. حاجة زيادة. ليه؟ لأن ده يوم العبادة. كان ممنوع في يوم السبت ان الواحد يعمل الاعمال الزيادة. ممكن للانسان يعمل الاعمال اللي هي ضرورية، يعني مش معقول يوم السبت الواحد ما يقومش من سريره ويغسل وشه وياكل ويأكل ولاده. الام مش ممكن ما تأكلش عيالها يوم السبت بحجة النهارده اجازة، ولو عندنا بهائم يعني كان يبقى احد عنده حمار في البيت او بقرة او جاموسة يأكلهم، يحلوا من مزواده ويوديه للحتة اللي بيشرب منها أو بيرعى فيها. الحاجات دي ما كانتش تعتبر غلط عندهم. لكن خروج 35:3 يقول: لا تشعلوا نارا في جميع مساكنكم يوم السبت. يعني اللي ناوي يطبخ يجهز أكله من اليوم اللي قبل، لكن يوم السبت ما يطبخش. طبعا انتم ما زال السيدات بتوعنا يحتفظوا بده، محدش فيكم بيطبخ يوم الحد، مش ممكن. خصوصا دلوقتي بقى في تلاجات، يعني واحد ممكن ياخد الحاجه يطبخها تمام جاهزه لتاني يوم. مش حال زمان ما كانش في تلاجه كان بيعملوا ايه، ومع ذلك كان يحتفظوا بتنفيذ وصيه الرب. وفي اشعياء 56 يقول: طوبى للانسان الذي يعمل هذا، ولابن الانسان الذي يتمسك به. بيعمل بقى الحافظ السبت لئلا ينجسه، والحافظ يده من كل عمل شر. فالله كان بيعتبر الانسان اللي ما يحفظش يوم السبت انسان شرير. وفي ارميه 17:21 يقول: هكذا قال الرب: تحفظوا بانفسكم ولا تحملوا حملا يوم السبت، ولا تدخلوه في ابواب اورشليم، ولا تخرجوا حملا من بيوتكم يوم السبت، ولا تعملوا شغلا ما، بل قدسوا يوم السبت كما امرت اباءكم. طبعا حكايه ما تشيلوش حاجه يوم السبت دي جم بعد كده علماء اليهود فسروها تفسير عجيبه جدا. يقولوا الواحد حتى ما يشيلش الاكل من مكان لمكان، انتوا تجهزوا الاكل وتاني يوم تاكلوا بس. ليه؟ لان ربنا قال ما تشيلش حاجه. طبعا المسيح نفسه وبخهم على الطريقه الحرفيه في فهم الوصيه، وهنشوف دلوقتي المسيح قال لهم ايه. في سفر نحمية لما رجعوا من سبي بابل عشان يبنوا أسوار أورشليم، كان من ضمن الحاجات اللي نحمية صلحها إن هم يرجعوا تاني ويحفظوا يوم السبت. طبعا اللي حصل إن ملك بابل لما جه أخذ الناس الأغنياء والناس اللي عندهم حرف وسباهم الى بابل، وساب
في أرض إسرائيل الفقراء والضعفاء. قال لك هعمل بيهم إيه دول؟ هاخدهم أعمل بيهم إيه؟ سابهم. فبقى لسه في ناس يهود موجودين في الأرض، بس القادة والكبار والعلماء والعظماء كله مشي. فالناس الغلابة اللي قاعدين دول نسيوا شريعة الرب، فبدأوا يعملوا حاجات غلط. لما نحميا رجع الناس عشان يبنوا أسوار أورشليم ويعمروها تاني ويسكنوا فيها، وجد في أخطاء. ففي نحميا 13 يقول إيه؟ في تلك الأيام رأيت في يهوذا قوما يدوسون معاصر في السبت. طبعا انتوا عارفين لما يكون واحد فقير ونقول له انت لو اشتغلت يوم الاجازة هنديك اوفر تايم وهنديك اليوم يومين، يعمل ايه ساعتها؟ اشتغل، ما هو فقير. فهو لقى ناس في يهوذا يدوسون معاصر في السبت ويأتون بحزم ويحملون حميرا، وأيضا يدخلون أورشليم في يوم السبت بخمر وعنب وتين وكل ما يحمل. وكانوا الجيران السوريون من سور الساكنون بها كانوا يأتون بسمك وكل بضاعة ويبيعون في السبت لبني يهوذا وفي أورشليم. فنحمي عمل إيه؟ يقول خصمت عظماء يهوذا وقلت لهم ما هذا الأمر القبيح الذي تعملونه وتدنسون يوم السبت؟ ألم يفعل أباؤكم هكذا فجلب إلى هنا علينا كل هذا الشر وعلى هذه المدينة؟ وأنتم تزيدون غضبا على إسرائيل إذ تدنسون السبت، صح كده؟ عمل إيه بقى نحميا؟ يقول لما اصدمت أبواب أورشليم قبل السبت أمرت بأن تغلق الأبواب، وأمر ألا يفتحوها إلى ما بعد السبت، وأقمت من غلماني الخدمين بتوعه على الأبواب حتى لا يدخل حمل في يوم السبت. قفل سور البلد وقال للبوابين من يوم الجمعة بالليل اقفلوا، بتفتحوش غير لحد الصبح بعد ما يعدي السبت. وبعدين عشان ما حدش يتلاعب بالأوامر حط ناس من طرف. فأشهدت عليهم وقلت لهم ناس جم بقى بيتوا جنب السور، الناس اللي جايين متعودين يجي يتاجروا يوم السبت، جابوا البضاعة بتاعتهم جم لقوا السور مقفول، فراحوا بيتين تحت جنب السور. فقال لهم لماذا أنتم بائتون بجانب السور؟ إن عدتم فإني ألقي يدا عليكم هقبض عليكم. ومن ذلك الوقت لم يأتوا في السبت. وقلت للاويين أن يتطهروا ويأتوا ويحرسوا الأبواب لأجل تقديس يوم السبت. بعدين يرفع الكلام لربنا يقول له بهذا أيضا اذكرني يا إلهي وترأف علي حسب كثرة رحمتك. بيقول له يا رب أنا رجعت لك حرمة يوم السبت وقدسته، فما تنساليش العمل اللي عملتها لك دي. وعرفتهم سبتك المقدس وأمرتهم بوصايا وفرائض وشرائع عن يد موسى عبدك. كل الناس بقى اللي كانوا بيأتوا بالبضائع وكل طعام يوم السبت للبيع قال لهم لا نأخذ منهم في السبت، ما تشتروش حاجة ولا في يوم المقدس، وأن نترك السنة السابعة والمطالبة بكل دين. يعني يمشي نفس النظام اللي حطه موسى زمان. في سفر المكابيين حصل حاجة عجيبة جدا. الأعداء جم يحاربوا شعب الله وركزوا الحرب بتاعتهم يوم السبت. فالمكابيين قالوا إيه؟ لا نخرج ولا نفعل، لألا ندنس يوم السبت. قالوا مش هنطلع نحاربهم يوم السبت. فهجموا عليهم وقتلوهم في السبت، فهلكوا هم ونسائهم وبنوهم ومواشيهم، وكانوا 1000 نفس من الناس. دي جت في سفر مكابين اول اصحاح 2. فاجتمعوا بقى الناس وقالوا ايه الحكاية؟ هل يا ترى من حقنا نحارب يوم السبت ولا مش من حقنا؟ عايزين فتوى. فالناس الكبار قالوا احنا مش من حقنا نهاجم الاعداء يوم السبت، ده يوم الرب، لكن لو هم هجموا علينا يوم السبت من حقنا ان احنا ندافع، لأن حصل عندنا كارثة، في 1000 واحد ماتوا لأنهم
استسلموا كده بحجة النهارده السبت مش هنعمل حاجة. فعشان كده رجعوا في نفس الصفر إصحاح 2 نفسه الآية 41 قالوا: كل رجل أتانا مقاتلا يوم السبت نقاتله ولا نموت جميعنا كما مات إخواتنا في المختبئات. دي توريكم قد إيه الناس كانت فاهمة الوصية بطريقة ومحتاجة تعديل. يبقى ربنا أمر بالسبت علشان الناس تستريح، تتذكر عمل الله الخلق والرعاية والفداء، ونجاهد عشان نستريح. وكل ما يجي لي شيطان الضجر يقول لي انت تعبت، اقول ما هو الراحة قربت تيجي، سواء في جهادي الروحي او في جهادي مع الناس في حياتي الدنيوية، ويبقى عيني على الراحة الابدية الحقيقية. وان راحتي في خدمة الاخرين وراحتي في اني ارعى اللي حواليا واحبهم وراحتي في اني ادخل في خطة الخلاص. وايضا الله امر بالراحة عشان الجسد ياخد راحته فيقدر يواصل، والعبيد والاماء والابناء والكل يستريح، حتى الحيوانات حتى الارض. وبعدين يبقى في يوم للعبادة. في كمان حكاية العلاقة بين العمل والتأمل. يوم السبت يوم الراحة اللي فيها قعد اهدى شوية فتأمل في الله وتأمل في أعمال الله. هل يا ترى العيشة كلها تبقى تأمل ولا العيشة كلها تبقى حقيقة شغل؟ ربنا قال دي ورا دي، زي تعاقب الليل مع النهار، زي تعاقب التعب مع الراحة، يجب أن يتعاقب التأمل مع العمل. أوقات نشتغل وأوقات نهدى ونتأمل، لازم الاثنين يشبعون. طيب ايه بقى موقف السيد المسيح من وصية يوم السبت؟ حقيقة المسيح كان متعود يوم السبت يروح للمجمع، لان زي ما قلت لكم من شوية في يوم السبت كان الراجل في البيت يجمع ولاده يقرأ لهم في ناموس الرب، لكن كمان من ضمن الاجراءات ان هم كانوا يلبسوا ويروحوا المجمع. ويعتبر هذا اليوم عيد، كل يوم سبت اسبوعيا عيد، يروحوا المجمع وهم لابسين ملابس فخمة وبيحتفلوا فرحانين، ويقعدوا برضو في المجمع يقرؤون في ناموس الرب. واحيانا كان يبقى في حد من الموجودين يقوم يشرح ويوعظ. فكان المسيح يذهب الى المجمع في يوم السبت، ويمكن ده السبب في ان معجزات كتير عملها المسيح يوم سبت، لان الناس فاهمة جدوله. يقول احنا لو معرفناش نعطر عليه طول الاسبوع 100% هنقابله في المجمع يوم السبت. فاللي عنده حد عيان مش لاقي قبل المسيح فين، يقول يوم السبت اروح للمجمع، فيشيلوا العيان يروح المجمع فالمسيح يشفيه. او مثلا الناس اللي هيشيلوا العيان يودوه للمسيح عندهم شغل، فيقول لك يوم الاجازه نوديه. فالمسيح عمل معجزات كثيره جدا يوم السبت، اثارت اليهود ضد المتعصبين اللي فاهمين غلط، وقالوا ايه اللي بيحصل ده. في مره رئيس المجمع نفسه وقف متنرفز على الناس وقال لهم هي 6 ايام تعالوا فيها واستشفوا، مش لاقيين غير يوم السبت. فالسيد المسيح دافع عنهم وقال له: يا مرائي، الا يحل كل واحد في السبت ثوره او حماره من المزود ويمضي به ويسقيه؟ مش عندكم دين بجايزة؟ ايوه جايزة. هذه هي ابنة ابراهيم، قد ربطها الشيطان 18 سنة، اما كان ينبغي ان تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ عارفين الحكاية بتاعت حافظ مش فاهم؟ اهو رئيس المجمع ده حافظ مش فاهم، حافظ ان هو مش ممكن يوم السبت يعمل حاجة، بس قالوا له ممكن تحل حمارك وتسقيه، لكن بني آدم مربوط ما يتحلش. الإنسان أعظم من الحيوان.
عشان كده كانوا بينتقدوا السيد المسيح انه بيعمل معجزات يوم السبت، وكانوا ينسوا المعجزة ويفتكروا حكاية السبت. لعازر قام من القبر بعد 4 أيام يوم سبت. نسيوا ان في ميت بقاله 4 أيام في القبر قام، وافتكروا ان المسيح كسر السبت. المولود اعمى، المسيح طلع عينيه بالطين وقال له اغتسل في بركة سلوان ورجع بصيرا، معجزة باهرة، كل الناس شايفين حاجة عجيبة حصل. هم قال مش ممكن يكون الرجل ده من الله لانه بيعمل حاجات تكسر السبت. الرجل الاعمى اللي فتح قال لهم ازاي يكون مش من الله وهو عمل معجزة، وهم مش قادرين يفهموا. الرجل المريض اللي كان جنب بركة بيت حسدة 38 سنة، والمسيح قال له احمل سريرك وامشي، يقول الكتاب وكان في ذلك اليوم سبت. فبقت مشكلة بالنسبة لليهود، ازاي يشيل سريره يوم السبت؟ تفتكروا لما كنا بندرس المعجزات قلت لكم ساعتها يعني الراجل نايم 38 سنة ازاي هيميز بين يوم ويوم؟ هو بالنسبة له 38 سنة دي كانت سبت، سبت طويل نايم مش عارف يتحرك. 38 سنة ده رقم ضخم. بقى المسيح يجي يقول له احمل سيرك وامشي، يقول له هو النهارده ايه في الاسبوع؟ يقول له النهارده السبت، يقول له طب ممكن ناجلها لبكره؟ مش ممكن. طب المسيح نفسه ما اجلهاش ليه لبكره؟ عشان يخلص نفسه من الهوسه بتاعت اليهود، عشان يشرح لينا انه يجوز فعل الخير في الثبوت، وان الفهم اليهودي الحرفي مش مظبوط، وان هو مش هيخضع لاراء الناس وتهديداتهم. احيانا احنا بنخاف من الناس، خايف تقول حاجه لاحسن يفهموك غلط فتقعد تداريها. المسيح مش كده، يقول من له اذن للسمع فليسمع، اللي عايز يقبل يقبل، واللي مش عايز يقبل هو حر، هو الخسران. ما نشتغلش في الضلمه. انا هقومه يوم السبت ان شاء الله حتى قامت عليا الدنيا، مش هستنى انا رحمه اليهود وتفسيراتهم الخاطئه واقعد اجاملهم. مش هنجامل حد احنا، مش على سبيل الحق الواحد يتنازل عن حق عشان يرضي الناس. حق حق. وقعد يشرح لهم المسيح مش كده وبس، يعني مش بس عمل معجزات، قعد يشرح لهم قال لهم مش انتوا عندكم كهنه في السبت بيعملوا ذبائح؟ لو واحد اتولد يوم سبت مش بيختنوه يوم السبت؟ الشريعة نفسها بتقول اعملوا ده. اذا انتوا فاهمين غلط، يعني يجوز فعل حاجة يوم السبت طالما ما فيهاش خطية، فيها فعل خير. اي انسان منكم يكون له خروف واحد فان سقط هذا في السبت في حفرة افا يمسكه ويقيمه؟ ومرة يوم سبت دخل رجل ايده يابسة في المجمع، كل الناس بصوا على المسيح، كتب الفريسيون يراقبونه هل يشفي في يوم السبت لكي يجدوا عليه شكاية. شوفوا الضمير الغش، عايزين يشوفوه هيعمل ايه دلوقتي. وقال للراجل مد ايدك، فمدها في عدد صحيح، اعتبر دي كسر للسبت. هو واحد لما يمد ايده كده يبقى كسر السبت؟ اهي بس ضمير معوج مش بيحكم بالعدل. وقال لهم ساعتها المسيح أسألكم شيئا، هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر، تخليص نفس أو إهلاكها؟ يوم سبت يوم أجازة، سيد المسيح خرج يتفسح مع التلاميذ، مش يوم أجازة، ومشي في المزارع بين الحقول. وهم ماشيين حسب الشريعة يجوز ليهم طالما في حقل يفركوا سنابل قمح وياكلوها، الشريعة بتقول من حقك لو دخلت غيط تاكل لكن ما تشيلش معاك. فاللي عملوه ده مش خطية. التانيين قاعدين يراقبوه، قالوا له شايف تلاميذك بيعملوا ايه؟ ما لا يحل فعله في الثبوت. قال لهم ايه اللي يحل فعله في الثبوت؟ الناس مش تاكل؟ قالوا لا، ده بيفركوا قمح. فاعتبروا اللي بيمسك سنبلة يبقى عمل حصاد.
مجرد مسك سنبله قطعها كده يبقى ده شغل الحصاد، وبعدين فركها يبقى شغل ايه؟ شغل بتاع المزرعه بتاعه القمح. حكايه الاكل دي مش مهم، لكن المهم ان هم قطفوا سنابل وفركوها، كارثه بالنسبه لهم. فالمسيح قال لهم حتى لو كان، مش انتوا سمعتوا داود عمل ايه لما كان جعان؟ مش راح الهيكل وقال رئيس الكهنة ايه الاكل اللي عندك؟ قال له ما عنديش غير خبز الوجوه اللي ما يجوش اكله غير للكهنة. قال طب احنا هنموت من الجوع، اديني الخبز ده. اخدوا اكله هو والرجال اللي معاه، وربنا ما زعلش. انت هتزعله عشان فرقنا حبة قمح؟ سيد المسيح علمنا ان احنا ما نمشيش بالحرف لكن نفهم قصد الله. اخر حاجة هقولها هي ليه تحول السبت الى احد؟ عشان قيامة المسيح. اليهود كانوا يعيشون عصر الناموس وعصر الظلمة، والسبت يرمز للظلمة، اخر اليوم، اخر العمر، اخر الاسبوع ظلام، والحد يرمز للنور، القيامة والاشراق الجديد اسمه صندي، يوم الشمس. فاذا كان اليهود بيحتفلوا بالسبت ده حقهم، لان هم عايشين في الموت، اما احنا المسيحيين عايشين في القيامة، يوم المقدس بتاعنا يوم القيامة والنور، عايشين في النور. سيد المسيح قام يوم الاحد علشان يبدأ زمن جديد. في نفس اليوم الأحد ظهر لتلاميذه في العشية بالليل، وظهر لتلميذي عمواس علشان يؤكد كرامة الأحد. وفي إنجيل يوحنا صحاح 20 آية 26 يقول بعد 8 أيام ظهر لهم مرة تانية، عشان كان توما مش موجود في المرة الأولى. طب يا رب ليه قعدت 8 أيام؟ يقول عشان أؤكد على كرامة الأحد. معلمنا بولس الرسول في كولوسي 2:16 الآية دي مهمة، قال لهم فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت. لغى طقوس العهد القديم. أكل أو شرب مش مقصود بها الصيام، مقصود بها الأكل النجس والأكل الطاهر بتاع اليهود. خلاص خرجنا بره الشريعة بتاعتهم. والعيد والهلال هو الأعياد اليهودية، مش معناها مفيش أعياد مسيحية، لكن ابعد عن التهوى. والسبت مش معناها إن مفيش يوم مقدس، لكن بقى الأحد، فابعد عن التهوى. الأكل والشرب بتاع اليهود، العيد والهلال بتاع اليهود، والسبت بتاع اليهود. أمال إيه البديل؟ البديل ان احنا في المسيحية عندنا صيامات مسيحية ملهاش دعوة باليهود، وعندنا اعياد جديدة، وعندنا يوم الاحد الجديد. سفر اعمال اصحاح 20 آية 7 بيأمرهم في كل اول اسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر حتى اذا جئت لا يكون حينئذ جمع. يعني اللي عايز يدي تبرعات للفقراء يجيبها معاه الكنيسة في الأول يوم في الأسبوع، بعدين لما هاجي أنا أجمع اللي انتوا جمعتوه وأوديه للفقراء. ده بولس بيقول لهم كده. الآيات دي مهمة لأي واحد من السبتيين اللي بيقولوا إن يوم السبت دي وصية أبدية مش ممكن تتغير، واللي بيكسر السبت النهاردة من المسيحيين مش هيدخل السماء، فبيعتبرونا كلنا مش هيدخل السماء عشان احنا بنقدس الحد مش السبت. وفي مرة بقى واحد زعيم السبتيين دول في الشركة بتاعته، صاحب شركات، قال للعمال والموظفين هاتولي آية واحدة تثبت ان ربنا غير السبت بالحد وهديكم مكافأة مالية مش عارف قد ايه. الكلام ده من 5-6 سنين يعني، بينما الآيات هي موجودة عندكم، اهمهم كولوسي 2:16 لا يحكم عليكم احد في سبت، في أعمال 20:7 في أول الأسبوع كانوا بيجتمعوا عشان يعملوا القداس، كورنثوس الأولى 16:2 في أول الأسبوع وأنتوا جايين هاتوا معاكم العطايا. وعشان هو يفلفص من الآية دي قال لهم لأ، ده كانوا بيجتمعوا يوم السبت
يصلوا، ويوم الحد كانوا يلموا التبرعات. يا سلام، يعني بيجوا مخصوص يوم الحد، يسافروا من بلادهم عشان يروحوا الكنيسة يوم الحد يدفعوا التبرعات، بينما هم كانوا موجودين يوم السبت يصلوا، ملهاش معنى. بالإضافة للشواهد اللي فيها المسيح قام يوم الأحد وظهر لتلاميذ يوم الأحد أكثر من مرة، عشان كده أصبح يوم الأحد هو اليوم المقدس للمسيحيين. يا ريت إحنا كمان يوم الأحد يبقى يوم مقدس للرب. أنا عارف إن في كتير منكم بيشتغلوا غصب عنهم يوم الأحد، لكن اجتهدوا إن أنتوا قبل ما تروحوا الشغل تحضروا قداس بدري. كل الكنائس فيها قداسات من 6 لـ 8:30، وبعدين بقية اليوم أقضيه في عمل الخير، أخلص شغلي أرجع بيتنا، إذا كان في اجتماع في خدمة بعملها في مقاس أحد أو شباب أو غيره، وبعدين أقضي وقت كتير مع الكتاب المقدس يوم الحد بالذات زيادة عن كل يوم، وقت كتير في الصلاة فيتقدس كل الأسبوع، وبعدين هيبقى عندك يوم آخر.